بلد اخرى عشان يبقى فيه تنشيط. ودي بدايه من يعني واحد من المشاريع اللي احنا كنا ناقشناها لما رحنا شمال سيناء. احنا طبعا دلوقتي بنتفاوض، كان لسه الصندوق المائي العربي للتنميه الاقتصاديه والمجتمعيه كانوا موجودين بقالهم تقريبا 10 ايام، وبنتعاون برضو بنتفاوض دلوقتي على كل التفاصيل بتاعه المشاريع، محطات تحليه الميه، شبكات الري، الابار، التجمعات البدويه والطرق محور التنميه. فاحنا برضو دي اول خطوه، وان شاء الله ان احنا نبقى برضو نحتفل معاكم بين الخطوات القادمه الجايه، عشان احنا في الهدف في الاخر تنميه شامله ومستدامه لهذه المنطقه اللي هي عزيزه مش بس لينا كمصريين بس للدول العربيه جميعا. فاحنا الاستراتيجيه العربيه كلها بالكامل مسانده. وطبعا ان احنا بدينا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه وتنميه الصغر، لان هي احنا في الاخر الهدف هو تحسين مستوى معيشه دخل الاسره